مومي شيل. اوه شت، شوف الثلالين يا ساتر، 30,000 البذور. السلام عليكم يا مرحب ترحيب ترحب بكم جميعا، كيف حالكم يا اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وفيديو اليوم راح نجرب كافي وراح نشوف قوته الحقيقية على C6، فراح نشوف هل راح يقدر ينافس نيلو ولا لا. فطالما تسألت ايش الشيء اللي جالس يتصفح وكافيه بالشنطة حقته، لما سألته قال لي بانه كان يتصفح متجر عزوز ستور ونصحني ان استخدم فيه كود RDH علشان يخصم زيادة وعلشان يدعم القناة. المهم يا اخوان بلد سيمج، خلونا نروح الاول بوس. فرجعنا للبوس ابو قرقش مره ثانيه وراح اجرب عليه الدمج، لانه صراحه بوس مره سهل انك تجرب عليه الضرر. اوكي، اول شيء راح اجرب ضرر كافي سولو بدون اي بفات ثاني من التيم، سوي زي كذا، بعدين الالتيميت تبعه. اوكي، كمل الانفجارات اللي جالسه تطلع، نشوف زي كذا. يعني 6000 دمج، وفي واحده كذا جابت بال 20,000. اوكي، في حبة جابت 20,000 دمج، وهاي الحبات اللي تطلع من الالتيميت، فالحبات اللي تطلع من الالتيميت تبعه الدمج تبعه يكون مرة عالي. ولما اقول من الالتيميت تبعه اقصد من النورمال اتاك اللي يسويها وانا مشغل الالتيميت، لانه لو تشوفون هنا مكتوب يقول لك انه الالتيميت راح تحصل بونس للدندرو كورس دمج. فهل يعقل اذا حطينا معاه بطل مثل ميكا علشان ازيد سرعة النورمال اتاك راح اجيب ضرر اكثر؟ يعني اقدر اطلع مثلا بذرتين زيادة. اوكي يا اخوان، راح استخدم ينجن علشان ازيد ضرر النورمال اتاك تبع الالتيميت، وبرضه هي C6 فراح تعطيني اتاك سبيد زيادة، فاتوقع راح تكون مرة كويسة معاه. خلونا نجرب ونشوف. ضربات متيلان، بعدين ينجن، نشوف. اوكي والله ضربات صارت اسرع يا اخوان، نسوي كذا سكانينج. اوه نايس، طلع ضرر 20,000. والله صرت اطلع كورز اكثر يا اخوان، تصدقون تنفع معاه. ليتس جو، 20,000 اخرى. اوكي خلص الالتيميت تبع ايلان، ولكن يعني تقريبا كانه زاد لي ضربتين او ثلاث ضربات على الالتيميت، ولكن الدمج كان مره فرق. يعني لو تشوفون فوق انه زاد الدمج تبع كافي وزاد ضرر البذور، لاني طلعت بذور اكثر لما ضربت اسرع بالالتيميت. فيب تقدرون تستخدمون معاه ينجو، راح اسوي لك زياده خفيفه بضرر النورمال اتاك تبع الالتيميت. او شت، والله هي الكثير من البذور، نايس. هاي هي حبة واحدة، هذا شيء اسطوري بكافي. يعني انت لو بالابس لو كنت حاط نيل ولا نهيدة بدون هيلر راح تتفشخ، ولكن كافي كل ما ينضرب اكثر كل ما يهيل اكثر، فالباسف تبعه مرة اسطوري. الان راح اجرب قوة كاملة هذا التيم، راح اشوف هل راح اقدر اقتل هذا البوس بسرعة ولا لا. التيميت انجن، التيميت هايزو، فايجو مخربط بينهم، ليتس جو. 26,000، شفتوا الضرر اللي طلع يا اخوان؟ اوه بوي، يعني صراحة قرب شوي على الضرر تبع نيلو، تذكروا انه نيلو بطلة 5 نجوم، يعني ضرر 26,000 ونيلو تبعتي كانت تجيب ضرر تقريبا 29,000 و30,000، فتقدرون تقولون انه يقدر ينافس صراحة، يعني ممكن مع سبورتات ثانية لعنصر الدندرو ولا شخصيات ثانية تعطيهم المنتل ماستري ممكن يجيب ارقام اعلى من هذه، ولكن فيه عيب واحد، العيب هذا انه الالتيميت تبعه ما يطول مرة، فاتوقع لو حطيت نهيدة كان افضل. اوكي تجربة ثانية، ولكن هاي المرة حطيت نهيدة لانه صراحة الالتيميت تبعه ما يطول، فنقدر نستخدم نهيدة علشان تعزز لنا تفاعلات الدندرو. نضرب الالتيميت بايجو، انا ما اعرف اذا هي 26 ولا 20، نسوي كذا سكان. 7000، 22,000، نايس. لو تشوفون الى الان في عندنا دندرو كورس، نفجرهم زي كذا. اوكي والله نايس يا اخوان، لو تشوفون مع نهيدة صار الوضع مرة اسهل، ما احتاج الالتيميت تبعي، يعني كل اللي علي اجمع البذور بعدين افجرهم. بس والله الدمج تبعه مرة رهيب، يعني شوف الكومبو تبعه كيف، سوي زي كذا تضرب الالتيميت. والله الدمج تبعه رهيب. اوكي صراحة مع نهيدة يبدع أكثر من بايجو، لأنه نهيدة تسوي لك تفاعلات أكثر. أنزل يا زفت، كنت راح أقتله بس إنه طار هذا الكريف، فا
نقدر نعتبر انه قدرت اقتل هذا البوس يعني مره ايزي، مع نهيده دمج مره رهيب. يعني انت كيف الكومبو تبعك تسوي البذور من نهيده وشنكشو والايلان اي شخصيه معاك، بعدين تدخل بكافيه وتسوي الاسكان وراح تفجر كل البذور، والارقام مره رهيبه. يعني كل مره تفجر بذور راح يرجع لك الالتيميت، تضرب بالالتيميت تطلع بذور ترجع تفجرها، تطلع بذور تفجرها تجيب الالتيميت، فكذا الكومبو تبعه مستمر دائما. بس تدرون يا اخوان في شيء يميز كافي عن نيلو، كافي دمج تبعه حلو على عكس نيلو اللي الضرر تبعها المائي، اقصد الضرر المائي مو البذور، الضرر المائي تبعها مره بيض، ولكن كافي الضرر تبعه من الالتيميت مره حلو صراحه. ممكن لو حطيت ينجن تزيد الضرر بشكل محترم. ولا تنسون يا اخوان بانه السي 6 تبعته تقدر تفجر البذور من الالتيميت مثل ما شفتوا قبل شوي، فهذا يعني انه الان صار مثل نيلو يقدر يفجر البذور بشكل مستمر. فصراحه سي 0 ما هو، ولكن على السي 6 راح يكون بطل مره اسطوري. ولا تنسون انه عندنا هنا باسيف يزيد لك ضرر البلوم اللي تطلعه بنسبه 60%، وعندك برضه هذا الكونسليشن الرهيب اللي يقلل دفاع الاعداء ضد الدندر، وهذا اللي يزيد لك الاتاك سبيد، فيعني تقدر تطلع بذور الان اكثر من الالتيميت. واو يا اخوان تخيل العيد، الدمج اللي شفتوه قبل شوي كان بتالنت ليفل 9، ولكن الان طورت الالتيميت تبعي لليفل 11، فراح اشوف كم راح يفرق الدمج. فراح اجرب الان دمج مع التالنت ليفل 11 اشوف هل في فرق، ونسوي زي كذا. اول على بايزو شغل الالتيميت 26000. اوه بوي شفت يا اخوان ضرر البذور زاد. اوكي هاي واحدة 27000، اوه نايس الضرر جالس يزيد 29000. فالزيادة اللي حصلتها هي تقريبا 5000 دمج، ولكن صراحة نسبة مرة رهيبة. يعني هو الان التالنت تبعه مثل ما تشوفون ليفل 11، واذا وصلت الى الليفل 13 راح يعطيني زيادة اكبر مثل ما تشوفون هنا 5%، ويمكن بعدها توصل الى 60%. بس المشكلة انه لازم انتظر البوس يترصد الى الاسبوع الجاي. فالان راح اجرب قوة كافيه بالابس واشوف هل راح يقدر يأدي بالابس 12. اوه شيت ايش هذا البف، يعطيك 40% اتاك بس ينقص من عمي جيب بس. فاول شي نحول كذا على نهيدة، ضرب الالتيميت بسرعة قبل ما ناكل اي كف. التيميت الان نحط قنديل كوكومي شيل. اوه شيت شوف الثلالين يا ساتر، 30000 البذور. او ماي جاد 30000، شفتوا الدمج كيف؟ ورب الكعبة يا اخوان فرق السمع ان الارض ما توصل الى سي 6 يصير مرة اسطوري. ابلع 29000 البذور، بس ابغى اسوي دوج من هذول الكريهين لانه دمجهم عالي. تعال بسم الله ما اعرف او شيت كيف مت. حاول مرة ثانية بس هاي المرة حبدأ بشو اسمها يلان. اول شيء اكلت الكف، يعني الكف هذا ما بفر منه. يا اخي لما يشغل الالتيميت تبعه يفجر كل البذور يطلع دمج مرة، شوف شوف الارقام كيف، شوف والله احس اني جالس العب بنيلو، يعني مو العب بكافي. يعني جربت نيلو قبل شوي وكانت تشيل الوحوش بنفس السرعة. اوه شيت والله اكلت كف يا ساتر. اوكي حول على نهيدة بس يا رب ما تموت. والله يا اخوان طلعت بذور كثير. هيل تم الدعس، والله اني مسحت فيهم الارض مسح. واو والله يا اخوان من جد واو، انا ما توقعت صراحة انه يكون قوي لهذه الدرجة، لانه حرفيا نفضت الوحوش نفض. كنت احس اني العب بنيلو كل شوي اضرب الالتيميت واشيل الوحوش على طول بالاي وافجر كل البذور وكلهم يتمسحون. انت تضمن انك دائما تفجر كل البذور فتحس بانك كانك تلعب بنيلو، فصراحة الدمج تبعه مرة رهيب. يعني سي 0 وسي 6 فرق مرة كبير. تعال انت ويا تعال ما نفست شيل. اوه انا شفت 70000. انا شفت 70000 يا اخي. ديم اياكا بس جاني اقوى من ما اهتم، اياكا افضل. أوه. سريع لا تهرب يا زفت. بس يا ريت هذا دمج يلان عنده سلاح. اوكي شلت الان سلاح الخمس نجوم، خلونا نشوف الدمج هل راح يكون في فرق. والله تفاديت الكف على اخر ثانية. ابلع انت بس تسوي تشارج. ها اوكي نسوي داش على ورا
داش ثاني فجر هو دمج لا تقول لي ها شوف 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 الروبوت اللي فوق ايش صار فيه. انا قلت انا جالس اطير، انا ما اعرف ايش جالس يصير. فلا راح اجرب نيرو علشان اشوف الفرق بينهم كيف. على طول اتجاوز الكف على السريع، شغل كذا المهارة تبعتها. اوكي والله يا اخوان صراحة الدمج تبعها مرة عالي، دمجها اسطوري. ولكن لازم تعرفون اني حاط لها السلاح الخمس نجوم، ولكن ما في فرق يعني اثنينهم بخروهم بثواني. فخلاصة الموضوع، هل كافي افضل من نيلو ولا لا؟ صراحة الاجابة لا، ايوه هو قوي مرة اسطوري، ممكن يتقارن معاها بالدمج، ولكن صراحة فيه عيب واحد وهو الانرجي. صعب انك تشحن الانرجي تبع الالتيميت تبعته، لانه مثل ما تشوفون تحتاج 80. فممكن هذا يكون العيب الوحيد بكافي، وهذا شيء طبيعي، اكيد الشركة راح يحطون عيب بشخصية 4 نجوم، لانه مثل ما تشوفون نيلو اصلا الهيلث تبعها 57000 وحاط لها سلاحها ال5 نجوم، فشيء طبيعي بانها تتفوق على كافي بالدمج. بالنهاية كافي سي 6 بطل مرة رهيب، لو ما كان عندك نيلو تقدر تستخدمه كسي 6 دمج مرة اسطوري، اكيد نيلو اقوى، ولكن لا ننسى انه هذا بطل 4 نجوم وكان يتقارن معه حرفيا، قدرت اني امسح الروبوتات بالابس بنفس الوقت اللي مسحت في نيلو. فشكرا لهذول الاشخاص اللي قرروا يدعمون القناة ماديا، اذا حاب تدعم القناة ماديا عشان نستمر ويطلع اسمك بالفيديوهات القادمة ورابط تلاقونه كله تحت في الوصف. فكذا نكون وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة. Peace out. ديم والله مسكتوا.